هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الردي، رح احاول احكي فيه عن مشاعر الحبيب ناوية والى ما ستؤول علاقتكما. رح شوف طاقة هالشهر كيف رح تكون معك انت يا برج الردي. رح احاول احكي كذلك عن العزاب، الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص بحياتهم. رح نكشف هل يعني هالشهر رح يجلب لكم اشخاص جدد بحياتكم او لا. رح نشوف شو رح يطلع لك يا برج الردي. وكما عودتكم انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. اذا حسيت انه هذه القراءة لا تنطبق عليك، حاولي تشوف فيديوهات تانية، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتدعموني، وشكرا لكم. رح نشوف شو بخبي لك. عم شوف يا برج الردي، على انه انت حاليا كأنه تنتظر وعندك امل انه تتحقق احلامك، لانه بشوفك يا برج الردي تعبت بهذه الايام او بهذه السنوات السابقة، الشهور السابقة كذلك، وعم تنتظر قدوم فرحي. عم شوفك تدعو، يعني تدعو الله وبتعمل مديتيشن، في يعني طاقة أو طاقة روحانية واتصال مع الإله بنسبة كبيرة. عم يطلع لي أنه في انتظار كذلك للحبيب. بتمنى لكم كل الخير. عم شوف الحبيب بهذا الوقت منشغل بنسبة كبيرة بالعمل، اهتماماته حاليا بالعمل، عم يشتغل وعم يجني مال. عم شوف جني المال، ممكن حتى هذا الجني المال يستعد هذا الإنسان ل ل ممكن لا يتقدم لإلك، لهيك عم يجمع مال عشان عم يتذكر اشياء جميلة جدا معك. هذا الانسان كتير وفي، ببين يعني ما شفت الاوراق التانية، بس كبداية عم شوف هذا الانسان نيته جميلة، نية كتير صافية. هذا الانسان بده يكمل معك الحياة، لانه كذلك عم شوف على انه مشاعره نحوك دائما متجددة، دائما في شعلة من النار، لانه الايس اوف وانتس دائما في شعلة من النار، في مشاعر متقدة. هالانسان دائما بحبك، دائما له مشاعر تجاهك يا برج الجدي، بحسك انه انت نصفه الثاني، بيشعر على انه بده يكمل معك، لأنه نواياه أنه يأسس بيت معك. نيته كتير جميلة لهذا الشخص. ممكن أنت يا برج الجدي مبتعد بهذا الوقت، أو ممكن يعني أنا ما عم شوف ابتعاد وفراق بهذه العلاقة، بقدر ما بشوف أنه في زعل شوي منك أنت يا برج الجدي. أوكي، ممكن انت بتحب شخص من برج الاسد او برج السرطان. يعني في كتير طاقة، حتى برج الحوت. عم شوفك يا برج الردي على انه بدك هذا الشخص، بس في زعل شوي، كأنه انت متكبر عليه، كأنه بدك هو الاول يسأل عنك، هو الاول يحكي معك. اذا تأخر عليك بالاتصال او يعني بالكتاب على الواتساب بتزعل وبتطنش، وما بتحكي له انه زعلت، بس بتطنش وبتعمل مثلا على انه انت ما يعني ما بتهتم بهذا الانسان ابدا.
بس عم شوف فيه اهتمام نحو هذا الإنسان. ممكن انشغاله بالعمل يا برج الردي هو الأساس لممكن يحسسك أنه هو مبتعد، بس أنا عم شوفه عم يهتم للعمل وعم يهتم لجني المال. عم شوف كذلك الأشياء اللي ما بتحبها بهذا الشريك أو الأشياء اللي بتحسها سلبيات فيه، ممكن تحس حالك إنه كل مرة بده يتخانق معك أو بيعمل مشكل من لا شيء. أنت بتشوفه على إنه لا يستحق المشكل، هو بيعمل مشكل من لا شيء، بس عم شوفك على انه بتحسه بحبك بنسبة كبيرة. هالإنسان بحبك في حب صادق، كذلك هو بحبك، يعني بحسك انه بتحبه بتهتم فيه. في كتير علاقة حب بهذه القراءة. عم شوف انه انت يا برج الجدي بتحب فيه كتير أشياء، بس ممكن ما بتحب عصبيته، ما بتحب يعني اختلاقه للمشاكل. عم شوف كذلك حتى الحبيب ما بحب فيك أنه ممكن أوقات تقلبها يعني دراما، أوقات يعني أوقات إذا كان في مشاكل تبكي وتعمل منه مشكل وكآبة وما بدي أحكي مع حدا هيك، يعني خاصة النساء. يعني أنا بشوف هذا القراءة تنطبق خاصة على النساء، لأن النساء طبعا إذا زعلوا ما بدو يحكوا مع حدا وبدهم يتفهموا الآخر بفرد مرة، بس الرجل بطبعه يعني بده تشرحي له كل شيء وأنت بتتوقع إنه يفهمك وهو لازم يفهمك لأنه بحبك. هو ما بحب فيك هالشغلة ابدا، بحس انه انه مبالغه في الامر، بس بحب يعني بحسك انه انت شخص يعني توأم شعلة، يعني بتتفاهموا بالنظرات، بتتفاهموا بالكلمات حتى لو كانت بسيطة. بحسك انه انت انسان الكوبي تبعه، يعني النسخة الظابطة، النسخة التي تفهمه، برتاح معك كتير. هذه الكارت بتعني أكتر من الحب، هي ما بتعني الحب بنسبة كبيرة، بتعني حب أكيد، بس بتعني التفاهم أكتر. يعني شخص بحبه بس الأشياء الحلوة أكتر، إنه بتفاهم معه، إنه بحسه بالضبط كما يعني الكوبي تبع شخصيتي، الأشياء اللي بتنقصني وكملها والأشياء اللي تنقصه وأكملها. ناويك نحو هذا الإنسان، عم حسك إنه زعلان كتير، زعلان أوقات. ممكن هذا الشريك بيبتعد عنك أوقات، بس أنت بتعرف إنه بحبك. ممكن أوقات بيهتم للعمل أكثر من اهتمامه لإلك، بس مش يعني مش عيب أبدا، لأنه عنده عذر، ما بيخونك ولا شيء، بس هذا الإنسان يعني عنده عذر. عم شوفك عم تراقبه على السوشيال ميديا، تتجسس عليه، عم شوف هذه الطاقة. أما هو عم شوفه ينوي تأسيس بيت معك، بده يكون معك بالحلال، بده استقرار. هذا الإنسان بده استقرار بس معك هذا الشخص. كتير حلوة، بس يعني رح شوف مستقبل علاقتكم، مستقبل جميل جدا. أوكي، مستقبل رائع. عم شوف هذا الإنسان يصبو إلى سعادة معك، بده يكمل معك دينه. يعني عم شوف كذلك في هابينس وفي فرح، ما عم شوف في مشروع زواج، بس هذا الإنسان يعني عنده نية إنه يتزوجك. ممكن ماديته حاليا لا تسمح، بس هذا الإنسان نيته إنه يتزوجك، بده يتزوجك. هذا الشخص كتير متعلق فيك،
في حب كتير قوي تجاهك. كمان عم شوف فيها برج الجدي للناس العزاب، الناس اللي بدهم قدوم شخص بحياتهم، ما عم شوف ابدا، عم شوف حاليا في تفكير، في عم شوف كذلك للبعض من برج الجدي عم يشوفوا كتير تاروت، عم يشوفوا كتير توقعات، هل رح يأتي شخص أو لا. ممكن أنت حاطط بمخيلتك يا برج الجدي، خاصة عزاب برج الجدي، شخص يكون ممكن يكون برج الحمل أو ممكن يكون بصفات برج الحمل، شخص عنده مركز جيد، شخص قيادي، شخص عنده شخصية كتير قوية، وبدك هيك يعني، بدك هيك شخص. وعم تشوف، أنا عم شوفك عم تشوف التوقعات كل يوم هل سيأتي شخص أو لا. عم شوف في انتظار ولساته في انتظار، يعني هالشهر جانفي ما عم شوفه يعني يجلب لك شخص بهذا الوقت، بس يعني في وعد على أنه سيأتي شخص عن قريب، بس مو بشهر يناير. نصيحة الورق لإلك أنه إذا حتى أجا هذا الشخص، حاول أنه ما تعمل المشاكل اللي كنت تعملها قبل، يعني قبلا مع شركاء من الماضي. حاول أنه تكون كتير هادئ، وحاول أنه ما تكون عصبي. عم شوفك كأنه انت تخربها لحالك، ممكن عصبيتك او تسرعك في اشياء يجعلك تنهي العلاقة. كذلك عم شوف كأن الورق ينصحك بالتصدق. اذا عندك افكار او عندك امنية ببالك يا برج الجدي، حاول تتصدق لكي تجلب هذه الاشياء. يعني الصدقة بعلم الطاقة، يعني كذلك تجلب الأشياء. أحاول أخذ نصائح لكم يا برج الجدي. هذا الورق بيقول لك أن السعادة هي الميزة اللي عم تميزك أنت يا برج الجدي، يعني كأنه دعوة أنه تكون سعيد، أنه تكون سعيد بكل الأشياء من أصغر الأشياء إلى أكبرها يعني بالحياة، تكون شاكر لكل شيء. كمان هون في دعوة لأنه تحدد أولوياتك بالحياة وتتبع الطريق، يعني طريق العمل والجد. إذا عندك ببالك شيء يا برج الجدي، عم تحلم فيه، كان علاقة، كان شغل، كان أي شيء يا برج الجدي، فحاول تحدد أهدافك، تتبع الخطى نحو هذا الهدف، وتعمل التاتش تبعك، يعني بصمتك أنت يا برج الجدي، يعني بالشغل. دائما إذا بتعمل شيء اعمله ببصمتك أنت، أنا بشخصيتك، لأنه كل واحد عنده شيء جميل بشخصيته، ما يحاول أبدا يغير شخصيته أو يحاول يكون مثل شخص آخر. هذه دعوة للناس اللي بعلاقة أنه يحاولوا يتفهموا الأوضاع، يكونوا سعيدين مع هذا الشخص، يجعلوا العلاقة لينة أكثر. كذلك إذا عندك طموحات أخرى، فحاول أنه تحددها أو ترسمها. بقول لك انه حاول انه تفتح طاقتك انت، تفتح طاقة لتستقبل طاقة جميلة. وهون بقول لك كأنه انت يا برج الجدي، وانا يعني الورق اللي بيطلع لي انه بتمر من تغيرات، حتى اذا ما كانت تغيرات عم تحسها
فعلية أو مادية، أنت بتمر من تغيرات حتى نفسية يا برج الجدي. ممكن هذه التغيرات تعكس على عملك، على علاقتك، على كثير من الأشياء. لهيك أنا نصيحة إنه تكون هابي، تكون سعيد، إنه تحاول إنه تعمل توازن لشخصيتك، وتحاول يعني تعمل مديتيشن، تأمل، تصلي، تاخذ وقت مع حالك، لأنه عم شوف إنه في تغيرات رح تحصل حتى بنفسيتك أنت يا برج الجدي. إذا ما كانت تغيرات فعلية فأنا عم شوف في تغيرات نفسية لبرج الجدي. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا